السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستناو بركي يزيد شوية العدد ونبداو مع بعضنا. الحاجة الأولى نقول لكم باللي أسف على التأخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعزائي التلاميذ، الحاجة الأولى نقول لكم نعتذر عن التأخر لأسباب شخصية. الشيء الثاني، نواصل في دروس الجيولوجيا دائما في الوحدة الأولى. في الوحدة الأولى هذه واش عندنا؟ عندنا ثلاث دروس. الوحدة الأولى هي حركة الصفائح التكتونية، عندنا ثلاث دروس. الدرس الأول اللي هو تحديد الصفائح التكتونية، معنى نحدد واش هي الصفائح التكتونية، هذا درناه في الدروس السابقة. الآن الدرس الثاني يتمثل في حركة الصفائح التكتونية، عندنا حركة التباعد وحركة التقارب. والدرس الثالث يتمثل في الطاقة الداخلية للكرة الأرضية. إذا اليوم نحن في الدرس الثاني، في النشاط الأول هو حركة التباعد. في حركة التباعد عندنا أول حاجة ندرس أدلة لتثبت على التباعد، بعد ذلك ندرس المغناطة ونشوف كيفية إثبات التباعد. إذا في التباعد عندنا أول حاجة الدلائل. في الدلائل هو أعطانا مجموعة من الوثائق، أعطانا مجموعة من الوثائق. هذه الوثائق أعطانا في الكتاب المدرسي، هاي أمامكم الوثائق الموجودة في الكتاب المدرسي. هذه الوثائق اللي أعطانا في الكتاب المدرسي، أنا قمت برسمها في السبورة. إذا يقول لك انطلاقا من الوثيقة اللي أمامك هنا، لنلاحظ في أمريكا الجنوبية عندنا إفريقيا، قارة إفريقيا، قارة أمريكا الجنوبية، عندنا أوروبا، آسيا. إذا يقول لك انطلاقا من المضاهات بين الحواف، انطلاقا من المضاهات بين الحواف الشرقية لإفريقيا والحواف الغربية لقارة أمريكا الجنوبية، يقول لك ماذا تستنتج من هذه المضاهات؟ أول حاجة لازم نعرفها وش معناتها المضاهات. المضاهات معناتها المقارنة، كي نقولوا كلمة مضاهات معناتها مقارنة. إذا بالمقارنة بين الحواف الشرقية لإفريقيا والحواف الغربية لأمريكا الجنوبية، ماذا نستنتج؟ نستنتج أنه يوجد تطابق أو تماثل في الحواف. معناها كون نجيبوا الحواف هذو يسقوا مع بعضهم، نقول يسقوا مع بعضهم، كاين تطابق أو تماثل في الحواف. إذا هذا التطابق والتماثل في الحواف بين قارتين بعاد على بعضهم آلاف الأميال ويفصل بينهم محيط، هو المحيط الأطلسي، هذا يعتبر دليل. وش سميناه هذا الدليل؟ سميناه الدليل الهندسي، أي عبارة من الشكل الهندسي. إذا أول دليل هو الدليل الهندسي. في الدليل الهندسي وش نقولوا؟ نقول دائما بمضاهات الحواف الغربية لإفريقيا، الحواف الغربية لإفريقيا مع الحواف الشرقية لأمريكا الجنوبية، نلاحظ وجود تماثل بين الحواف او التطابق. كيفاش نفسروا هذا؟ التفسير يدل التطابق على ان القارتين كانتا عباره عن كتله واحده وانفصلت عن بعضها قبل 250 مليون سنه. هذا فيما يخص الدليل الاول. الدليل الاول واضح؟ إذا الدليل الأول واضح، روحوا للدليل الثاني. في الدليل الثاني واش عندنا؟ الدليل الثاني هو الدليل المستحاتي أو الدليل الجيولوجي. دائما كيتسموا كلمة جيولوجيا معناها متعلقة، معناها أن الدراسة هذه متعلقة بالصخور، نوع الصخور، عمر الصخور، نوع الطبقات، تركيب الصخور هذه الطبيعة الفيزيائية والكيميائية للصخور. هذه واش تعني الجيولوجيا؟ الجيولوجيا هو علم يهتم بدراسة الصخور والرسوبيات. إذا الدليل الثاني واش داروا؟ راحوا لمنطقة في أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى منطقة في جنوب إفريقيا ومنطقة في البرازيل أو البرازيل.
المنطقه داروا دراسه للمستحاثات او للصخور المستحاثيه. كي داروا دراسه للصخور المستحاثيه وجدوا انه يوجد نفس نوع الصخور، وكذلك نحكي على الصخور القديمه المستحاثيه، يوجد نفس نوع الصخور وعندها نفس العمر تقريبا، عندها نفس النوع تاع الصخور ونفس العمر بالرغم من انه القارتين متباعدتين عن بعضهما البعض. هذا ما سماوه هما بالدليل الجيولوجي او المستحاثي، وقال لك بالمضاهات. الدليل الجيولوجي هذا، عفوا الدليل الجيولوجي، الدليل الجيولوجي هذا بالمضاهات بين انواع الصخور وعمر الصخور المتواجده على الحواف الشرقيه لافريقيا مع حواف الحواف الغربيه لافريقيا مع الحواف الشرقيه لامريكا الجنوبيه، استنتجنا انه القارتين كانوا عباره عن قارة واحدة، وهذا لوجود تطابق في الصخور. إذا الدليل الجيولوجي الثاني هو بالمضاهات بين الصخور الموجودة في الحواف الشرقية لإفريقيا والحواف الغربية لأمريكا، نلاحظ وجود تطابق أو تماثل. التفسير يدل هذا التطابق على أن هذا التطابق يدل على ماذا؟ يدل على أن الصفيحتين أو على أن القارتين كانتا عبارة عن كتلة واحدة، أن القارتين كانتا عبارة عن كتلة واحدة. إذا هذه الأدلة كامل راهي تدل على أن القارتين كانوا عبارة عن كتلة واحدة. مادام هادو كانوا عبارة عن كتلة واحدة والآن راهم بعاد على بعضهم، أنها حقيقة أثبتنا أنه يوجد حركة للتباعد. الآن نزيدو نروحو للدليل الثالث اللي يسموه الدليل المستحاثي. عندنا مجموعة من كما نلاحظ هنا في الصورة، لقاو مجموعة من المستحاثات اللي موجودة سواء لحيوانات أو نباتات كانت موجوده فقط في مناطق من البرازيل، وموجوده كذلك فقط في مناطق من افريقيا، رغم وجود تباعد، وهذا سماه بالدليل المستحاثي. الدليل المستحاثي. إذا عندنا الدليل الثالث هو الدليل المستحاثي. في الدليل المستحاثي عندنا ألف وباء، عندنا الدليل الحيواني، وعندنا الدليل باء الدليل النباتي. في الدليل الحيواني واش عندنا؟ الدليل الحيواني عندنا حيوان يسمى بالميزوزور، هذا الحيوان هو عبارة عن زواحف. المستحاثات تاعها وجدت في مناطق من أمريكا الجنوبية ومناطق من إفريقيا، وكانت هذه المستحاثات عندها نفس العمر، وهذا يدل على أن الميزوزوروس هذا كان يعيش في القارتين حينما كانت عبارة عن كتلة واحدة. هذا ما يسمى بالدليل الحيواني. عندنا كذلك الدليل النباتي، عندنا نبات يسمى بالكلوسبيتريس. الكلوسبيتريس هذا كذلك كان موجود في إفريقيا وموجود في أمريكا الجنوبية، لهذا سماوه بالمستحاثة الدليل المستحاثي النباتي. إذن عندنا ثلاث أدلة تدل على أن إفريقيا وأمريكا الجنوبية كانت عبارة عن كتلة واحدة. الدليل الأول هو الدليل الهندسي الذي يتمثل في تماثل الحواف بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية. الدليل الثاني هو الدليل الجيولوجي الذي يتمثل في تماثل نوع الصخور وكذلك الجبال الموجودة على الحواف. والدليل الثالث هو الدليل المستحاثي للحيوانات أو للنباتات. يوجد نوع من الحيوانات ونوع من النباتات، الحيوان يسمى بالميزوزور والنبات يسمى بالكلوسبيتريس. هذا فيما يخص الأدلة. هل الأدلة واضحة؟
إذن غادي نتوقفوا هنا فيما يخص هذا البث تاع اليوم. نحاول نكتب تمرين، تبقاو غادي نوقف البث، نحط الفيديو، نحاول نكتب تمرين في السبورة ونعاود نرجع إلى البث من جديد. بالنسبه للناس اللي يحكوا على المغناطه، المغناطه ماهيش دليل، المغناطه هي اثبات، المغناطه ليست دليل وانما اثبات على ان قرار المحيطات هذا تشكل خلال ازمنه مختلفه. الادله التي تدل على تباعد القارتين هي ثلاث ادله، الدليل الهندسي والادله التي تدل على ان القارتين هذو كانوا عباره عن كتله واحده، هذا الدليل الهندسي، الدليل الجيولوجي والدليل المستحدث. اما فيما يخص المغناطه، المغناطه هي اثبات على ان قعر المحيط هذا، على ان المحيط الاطلسي هذا تشكل خلال ازمنه مختلفه، تشكل خلال ازمنه مختلفه. هذا غادي نطرقوا له في درس اخر باذن الله. بالنسبة للناس اللي يقول لك كيفاش حتى عرفوا عمر، بالنسبة لبعض الأسئلة يقول لك كيفاش حتى عرفوا عمر الحواف الغربية والشرقية للقارتين. العمر يعرفه انطلاقا من واش؟ العمر يعرفه انطلاقا من تحديد الصخور، من تحديد عمر الصخور، يحدد عمر الصخور، وتحديد عمر الصخور، تحديد عمر الصخور، يوجد نوع من الصخور كما غادي نشوف في نجو الى المغناطه، نلقوا بلي يوجد نوع من الصخور اللي يسمى الماغنيتيت. هذا المعدن اللي هو الماغنيتيت متواجد في الصخور البازلتيه، وهذا يسمح بتحديد عمر الصخور اللي هو صخر البازلت انطلاقا من الماغنيتيت اللي يحتفظ بالمجال المغناطيسي. اذا تحديد العمر هذا الحواف كان انطلاقا من تحديد عمر الصخور الموجودة في الحواف.